طيب يا جماعه، احنا دايما بنسمع ان الرجاله ما بتعرفش تحب، او غدارين، او ممكن يخونوا، او ما بيتعلقوش او يعبروا عن حبهم بسهوله، او ان هو اصلا الكلام ده مش عندهم وان هم هوائيين. ده ممكن اللي احنا نكون بنسمعه يعني بصفه عامه، لكن زي ما احنا عارفين ان احنا صوابعنا العشره مش زي بعض، ولا وان فعلا في برضو رجاله لما بتحب فعلا حتى لو سنهم صغير بيقدروا ان هم يثبتوا ده ويبينوه بطريقه جنونيه جدا. وفعلا الطريقه الجنونيه دي بتكون كتير جدا غير او ضد القانون وعكس القانون، بيكون فيها حاجات كتير غلط. الخبر اللي معانا النهارده ان في حد عنده شاب عنده 15 سنه من دوله سريلانكا قرر ان هو عايز يروح يشوف حبيبته، او في ميعاد يعني متفق ما بينهم ان هو يروح. راح ما واقف الاتوبيسات عادي جدا، ولقى الاتوبيس فاضي وما لقاش السواق موجود، فبدل ما يستنى السواق لا قرر ان هو ياخد الاتوبيس ويمشي. وطبعا الشرطه اتعاملت معاه وتم القبض عليه، واعترف ان هو في الاول او في الاخر كان عايز يلحق الميعاد المتفق عليه مع حبيبته، وان هو لازم ما يتاخرش عليها علشان كلمته واحده. بالظبط، انا احترمته جدا. احترمته جدا، وممكن أو يعني نوكله محامي. ايه؟ ليه؟ نوكله محامي. ليه؟ لان عندك انت والله لا الوعد انا بخاف. مهم تصدقني بخاف. خير ان شاء الله. انا معاك يا شريف، انا معاك ما تقلقش. خير ان شاء الله، خير يعني الحمد لله. يعني فكره ان الواحد بيوعد وعد ده بيبقى حاجه كبيره جدا جدا، والمواعيد مهمه جدا جدا. يعني الايجابيات بتاعت الموضوع انا ما بتكلمش على السلبيات، ان هو سرق والحاجات دي كلها. ايوه انا بحب، انت بتوضح، انا بوظ وانت اوضح. لا لا انت زي الفل، انت بتوضح برضه حبيبي. فالمهم ان الوعد بتاع الراجل ساعتها ان هو عنده ميعاد مع حبيبته، فلازم يروح لها في ميعاده ولازم ما يتاخرش عليها وحاجات كتير جدا. ما نعرفش برضه، هو ممكن يكون خايف عليها مثلا تقف لوحدها الست، سريلانكا برضه الله اعلم فيها ايه. وبتدور فيها ايه برضه، يعني الحاجات دي كلها. لكن الحلو في الموضوع ان هو من حبه ليها فعلا عايز يروح لها في ميعاده وعايز يوفي بوعده، فعمل يعني مشاعره هي اللي حركت بقى جواه ان هو ممكن يعمل مشكله كبيره جدا وملهوش دعوه باي حاجه في الحياه بقى. يعني انا ماليش دعوه باي حاجه ممكن تحصل، انا المهم اوصل لحبيبتي. هوصل لها. هوصل لك. والله بص، يعني برضو لو احنا بنتكلم عن حاجه يا جماعه، هي الرجاله بتعمل ايه لما بتحب؟ احنا النهارده مستغلين جدا ان معناش نوران او نوره، فاحنا يعني معاكم. انا ماسك الكاميرا النهارده انا وخطيب. احنا مش هنسيب الموضوع ده يعدي بالسهل. هما بياخدوا حقوقهم في الحلقات اللي جايه مفيش مشكله، بس بقى دي حلقه الرجاله النهارده. الرجاله بتعمل ايه بقى يا جماعه لما بتحب؟ تعمل اي حاجه مجنونه، بيفكر بره الصندوق. وطبعا لو احنا كنا بنتكلم او خطيب كان لسه بيتكلم ان في الاول او في الاخر ان في افعال كتير، او الشاب ده عمل حاجه هي غلط تماما وضد القانون. لكن احنا لو هنتكلم عن اي حاجه، لا الرجاله فعلا لما في ناس من الرجاله او معظمهم لما بيجوا يحبوا لا بيعبروا عن الموضوع بجنون، بطريقه يعني عارف اللي هو ايه، ما فيش ليها اي علاقه بالعقل، ما بيفكرش. المهم ان هو يقدر ينفذ اي حاجه وبره المنطق. زي كده بنتكلم عن شاب روسي اتفق مع فريق او صناع سينما ان هو يعمل كده ايه، يعني سير مميت، خط سير مميت، وراح اتنكر بالمكياج وبالميك اب وعمل حاجات كتير جدا افكتس، ان هو هيوصل للمكان يكون مرمي جنب عربيه على الارض ومتغطي بالدم وكان حصل له حادثه، وان حبيبته بتيجي في الميعاد اللي هم متفقين عليه، وتكتشف ان هو يعني هو اتفق مع صاحبته مثلا او حبيبته ان هو يتقابل مثلا في مكان، في حته معينه. وعمل بقى المقلب ده، عمل مشهد بقى سينما كامل جدا مميت، وهي وصلت ان هو ده دماغه سم ده. لا، وشاف رد فعلها فاتاكد ان هي قد ايه بتحبه علشان كمان يعرض عليها الجواز. ده لو كان حاجه من الزواحف كان مع اي حد يتعاطف معاه. زلحفة. زلحفة. لو كان زلحفة. مش عارف ايه اخبار الموضوع ده بس.